ولتسليط الضوء ولتسليط الضوء أكثر على حركة اللاجئين القادمين من أوكرانيا، تنضم إلينا الآن الزميلة بثينة سلام من أمام محطة الهبط بنهوف. بثينة أهلا بك. أهلا ممدوح. بثينة، هل لك أن تطلعينا على الوضع الحالي في محطة البنهوف بالنسبة لأعداد اللاجئين الوافدين إلى فيينا، وكمان ما هي وسائل الدعم التي تقدم لهم؟ تفضلي بثينة. طبعا ممدوح، بداية سوف أبدأ معكم من الصورة التي لربما ترونها خلفي، وهي صورة من أمام الهاوت بنهوف أو المحطة، محطة القطارات الرئيسية بفيينا، حيث أن منذ قليل تواجدت داخل المحطة وقمت بمزيد من رصد وتغطية بعض الأحداث التي تحدث بالداخل وحركة النزوح المستمرة والمتزايدة بشكل كبير جدا في هذه المحطة، ويوجد أيضا الكثير من النازحين من أوكرانيا يتوجهون من بولندا ومن المجر. أيضا يوجد الآن أو نزح حوالي 14500 نازح من أوكرانيا في الأربعة الأيام الماضية. يوجد أيضا داخل المحطة أو داخل قاعة المحطة كثير من المترجمين الفوريين وبعض المتطوعين الذين يقومون بالتنسيق وتقديم المساعدة والترجمة الفورية لبعض اللاجئين وتقديم لهم أيضا الطعام والشراب. ويوجد أيضا بالداخل كثير من الوافدين الذين يصطفون لربما بالمئات حاجة للماء والشراب. يتم أيضا تقديم بعض الإسعافات الأولية بالداخل. أيضا يتم التعرف أيضا على المتطوعين أو متطوعين الكاريتاس من خلال ستراتهم الحمراء. أيضا يقدمون أو الكثير من المتطوعين هم عبارة عن مهاجرين من بلاد الاتحاد السوفيتي السابق، لديهم خبرة لربما في اللهجة أو اللغة الأوكرانية واللغة الروسية لترجمة بعض المعلومات لبعض الوافدين. يوجد أيضا تم إنشاء مركز أو قسم للطوارئ يضم حوالي 50 سرير، يتم الاستفادة منه فقط لـ40 شخص لقضاء الليل في أو للمضطرين لقضاء الليل في محطة القطار. وأيضا يوجد الكثير من الأشخاص الذين يقومون بقضاء الليل في صالات الانتظار الكثيرة. طبعا الوضع بالداخل بالفعل يعني يوجد بالفعل صور درامية ومصائر فعلا صادمة كما وصفها وزير الداخلية جيرهارد كنا، وأيضا يعني تحدثوا أيضا مع كنت أوضحتي أن أنت كنت متواجدة داخل المحطة في الداخل، ما هي المعلومات التي حصلت عليها من موظفي شركة النقل ABB الخاصة بالاستعدادات اللاجئين؟ نعم طبعا ممدوح، أنا تحدثت لبعض موظفي ABP خاصة بأن لديهم نظرة عامة وجيدة على عدد أعداد الوافدين من أوكرانيا من خلال أو على متن القطارات، وأيضا لديهم فكرة جيدة على ما هي خططهم وإلى أين يتجهون عامة، وخاصة أن سائقي القطارات هم الذين يقومون بإصدار بعض التذاكر الطارئة للوافدين. أيضا أعطتني شركة ABP أو بعض الموظفين بأنهم يقومون يوميا بإصدار حوالي 1000 تذكرة مجانية لبعض الوافدين. وأيضا صدرت معلومات أيضا من شركة ABP بأنه يأتي كل يوم حوالي 50 قطر التذاكر دي الخاصة بالأشخاص اللي مش هيكونوا مقيمين في فيينا ولكن هيكملوا السفر مرة أخرى لمناطق أخرى. نعم. أيضا أعطتني شركة ABP بعض المعلومات بأنه يوجد حوالي أو يأتي حوالي 50 قطار من بولندا وسلوفاكيا والمجر يوميا، على متنها حوالي 50 لـ80 لاجئ يتجهون إلى بلدان أخرى مثل أسبانيا وألمانيا وإيطاليا، حيث يوجد في هذه البلاد الأوروبية كثير من المجتمعات الأوكرانية ربما أكثر من النمسا. وأيضا
طبعا يعني اشارت بعض الارقام من محطه او بي بي، طبعا زي ما قلت من شويه انهم بيصدروا حوالي 1000 تذكره مجانيه لبعض الوافدين لاكمال رحلتهم بعض الدول الاوروبيه الاخرى. وبذلك وصفت المفوضيه الساميه التابعه للولايات المتحده الامريكيه بان هذه هي اكبر حركه لجوء حصلت منذ الحرب العالميه الثانيه. هل سمعتي عن بعض الاستعدادات التي ستتم بعد مغادرة هؤلاء اللاجئين من محطة القطار إلى أماكن استقبالهم، وعن موقف طرق أو طرق العمل اللي يعني هتعرض عليهم؟ سمعتي عن ده حاجة؟ نعم ممدوح، تحدث بالفعل وزير الداخلية جيرهارد كانا مع رئيس منظمة كاريتاس مايكل لانداو، وأيضا رئيس منظمة فولكس هيلفا عن المساعدات التي سوف تقدمها فيينا بالمشاركة مع بعض الشركات الغير حكومية لمساعدة هؤلاء اللاجئين. تم إنشاء أيضا بعض نقاط الوصول في الحي الثاني في إنجاشتراسا بالقرب من الاستاد لاستقبال الكثير من اللاجئين وتقديم بعض الرعاية الطبية بالاتفاق مع منظمة التأمين الصحي والجمعية الطبية، بحيث يتم الكشف على هؤلاء اللاجئين وتقديم بعض الرعاية الطبية لهم بدون الحاجة إلى أرقام تأمين صحي، ولكن الاكتفاء فقط بجوازات السفر الخاصة بهم. وتم إنشاء أيضا نقطة وصول أيضا في الحي 22 في مركز النمسا فيينا، وأيضا لتقديم المشاورات وبعض المعلومات في هذه نقاط الوصول، والتي تعمل أيضا في أوقات محددة. بثينة، هل لديك معلومات عن آخر الإحصاءات لأعداد اللاجئين الأوكرانيين الفارين أو النازحين من الحرب؟ طبعا ممدوح، وفقا لاخر الاحصائيات التي قدمتها وكاله اللاجئين للامم التابعه للامم المتحده، انه وصل حوالي بلغ عدد اللاجئين حوالي 2.5 مليون لاجئ عن اخر تقرير قدمته او جاء يوم الخميس، بزياده 200 ألف لاجئ في الفتره الاخيره. ايضا طب وعن الاعداد الخاصه بالنمسا؟ الأعداد الخاصة بالنسبة للنمسا، هو آخر رقم صدر هو حوالي 45 ألف لاجئ جاء إلى النمسا، وطبعا هذا الرقم صادر من وزارة الداخلية. وأيضا طبعا هذا الرقم أو أرقام اللاجئين الصادرة هذه طبعا أطاحت بأرقام اللاجئين السوريين التي كانت في أزمة العام 2015، التي استغرقت لربما لبعض من الشهور لتصل إلى هذه الأرقام العالية، التي في المقابل وصلت بالنسبة لأوكرانيا في أسابيع قليلة جدا. وطبعا حوالي 1.5 مليون لاجئ توجهوا إلى بولندا الآن، وذلك هذه المعلومات صادرة من حرس الحدود البولنديين. وأيضا توجه حوالي 214 ألف لاجئ إلى المجر، و 166 ألف لاجئ إلى سلوفاكيا. كثير من الوافدين الأوكرانيين يرون من بعض الدول الأوروبية التي تحد أوكرانيا من الغرب مثل المجر وسلوفاكيا وبولندا، ومن الجنوب الغربي مثل رومانيا ومالدوفيا. هذه الأماكن يرون فيها أنها أكثر أمانا ويتجهون إليها بشكل كبير جدا، وبرضو عشان قرب المسافة. بالضبط. الزميلة بثينة سلام، كنت معنا من أمام محطة المركزية الهوتبنهوف، شكرا جزيلا لك. شكرا ممدوح.